يا شيخ الايام اللي دعانا ما نغايب راح المقام اللي بفعلي يفخرنا بعد ذايب الشيخ بن صيم مقر طيب نطح النوايب نقدم عرب ونشهد انه ما يصح الا الصحيح والثانية مبروك يا حفل جمع كل القرايب يا لهد نايم يا درانا كل ما جت الصحايب للعرف وفزعة اليوم خلصت النشايب متفوقين بالفعل وتستحقون المديح والثالثة جنا على شيخ يورد كل هايب بالنجم طق الحجاج اللي لكل الطيب من كل المصايب واليوم تخوف فمر قبل يغلقه ما يستريح والرابع حنا على الوقف الشباب وكل شايب كم من خصم من جايب انا ثم ذل راح تايب وعلى القبيلة ما يغيب يا تناخ وغير خايب حواتم الهيلة ما فيهم لا ذليل ولا شحيح جينا الا من غلاءكم ومحبتكم في قلوبنا محبة بن صين وقبيلة النعم بشكل خاص وقبيلة الديبة نحبهم كلهم لكن الرجل هذا وقبيلته لهم مزية ولهم خاصة في قلوبنا ويعلم الله عندنا ظروف انتم عالمينها ولو غيركم الله ما يجي لكن انتم مستثنين من كل الظروف هذا المثال هذا المثال في حفل شيخ يكسب الطلاث ويصف الكتايب والرجل يحمى ما قفه بالطيب ولا بالغصايب يبقى العالم راس الجبل ثابت ولا يمكن يطيح الله يبارك في رجال الطيب وحمول النجايب عيال جد ومحزن وفي بالنجم طريق مثل العود الازرق في المطايب شيخ انت حزن بعتيبك عن اصاب الناس صايب على شداد العز وبشبني اعجب القرايب يا الهي ما تكسر وسعت في المواقف ويقيح واللي تغيب ساعة ترمى الدوايب زرنا الدخيل وضيفه